ازيكم؟ النهارده هنستعرض كوليكشن كبيره من الانسيلات والكوليهات والحلقان الخفيفه، ورينج اسعارها بيبتدي من 1000 جنيه، طبعا بيزيد 50 100 200 على حسب ميزانها. الاسعار النهارده متراوحه ما بين 1000 لغايه 1500، وفي مجموعه تانية اعلى شويه برضو هنستعرضها. الكوليكشن كبيره ومن عند حكيم جولد، وهحط لكم عنوانهم وطريقه التواصل في اول كومنت معلق زي ما انا دايما بحط العناوين. ونبتدي بالانسيلات دي. الانسيلات دي مميزه قوي، هي خفيفه واسعارها بتبتدي من 1000 جنيه لغايه 1500 جنيه او 1300 جنيه. قد ايه ظريفه جدا لما بتتلبس لوحدها كأنسيال واحد، أو بتتلبس كذا أنسيال مع بعض، ولما بتلبسوا جنب الساعة بيدوا شكل حلو قوي للساعة، بينطقوا شكل الساعة. المجموعة دي حلوة قوي زي ما احنا شايفين، الأشكال الجديدة للأنسيالات واللعب اللي متعلقة في الأنسيالات ده كمان من الأشكال الحلوة، اللي هو الكف ناس كتير بتحب تلبسه. ودول كمان من الأشكال المميزة. قد إيه الأشكال دي طالعة موضة قوي، والبنات كمان اللي هم في الجامعة بيحبوا يلبسوهم قوي. كمان بتنفع كهدية لو حد رايح لخطيبته أو أريان فتحة لو الميزانية قليلة، لأن يعني على قد الإيد زي ما بيقولوا كده، وأسعارهم حلوة قوي. الإنفينيتي كمان دي مطلوبة وموضة قوي، والفراشة والملاليم الصغيرة، الحاجات دي ترندي قوي السنة دي، وعادة مش بتبطل. يعني الحاجات دي دايما مطلوبة ومش بتبطل، لان زي ما قلنا هي بتتلبس جنب الساعات، كمان بيبقى شكلها حلو قوي. شايفين الجمال؟ القلوب كذا شكل من القلوب، والوردات كذا شكل من الوردات. المجموعة فعلا حلوة قوي، يعني تبقي محتارة تاخدي ايه منها لو انت بتشتري من المجموعة دي. المجموعة بقى التانية دي أعلى شوية، ودي رينج أسعارها من 3000 ل4000 جنيه. هي عبارة عن سلسلة متينة شوية، يعني أنسيال ده متين شوية، وكمان بينفع للشبكات لو حد هيقدم شبكة بتختاروا من الأنسيالات دي. لو الميزانية شوية قليلة فبيختاروا منها الأنسيال، وفي كمان بتبقى الخواتم المناسبة لها مع الدبلة والمحبس، بتبقى شبكة اقتصادية شكلها حلو وكله بيفرح. فالمجموعة حلوة قوي عندهم، وبتتلبس الأنسيال ده مش بتقلقي منه لأن سلسلته متينة. أشكالها كلها الجديدة موجودة عندهم، الكوليكشن حلوة قوي وكبيرة وبترضي كل الأذواق. ده كذا شكل من القلوب، وطبعا الخواتم القلوب بتاعتها موجودة عندهم، وبتقدري تنسقي ما بين الأنسيالات دي والخواتم اللي موجودة عندهم كأنك شارية طقم كامل بالظبط. وفي دايما منها الدلايات، وفي الخواتم زي ما قلت، والدوائر اهي بأشكالها، وبرضو بيبقى عندهم منهم الخواتم، وده كمان شكل الشانيل والانفينيتي. المجموعة عندهم حلوة قوي ومغرية، ولو مش شبكة ممكن فريان فتحة، وطبعا كله على حسب الميزانية، وكمان بيبقى شكلها حلو قوي في اللبس العادي اليومي، وجنب الساعات كمان بيبقى شكلهم حلو قوي. في بقى دول طالعين موضة قوي ومش بيبطلهم، البلابل دي كمان بتدي شكل حلو جدا للساعة، ولو اتلبست لوحدها بتدي شكل جميل، وممكن كمان لما بتلبسوا الاتنين مع بعض ويبقى شكلهم حلو قوي. والمجموعة دي زي ما قلنا أسعارها من 3000 جنيه ل4000 جنيه، طبعا على حسب ميزانها وعلى حسب سعر الذهب ساعة ما بتشتريه، وزي ما عودتكم هحط لكم سعر الذهب في آخر الفيديو. نروح بقى للمجموعة دي من الكوليهات، ودي الكوليكشن ده من ايجيبت جولد، لاين جديد اسمه اكلا. هو مش جديد قوي، بقى له كذا سنة، بس موديلاته شبه الايطالي. والكوليهات دي اسعارها من 1500، فتقدر تشتري كوليه حلو قوي ب 1300 جنيه و 1500 جنيه، فقد ايه ظراف جدا برضو، هدية لعروسة قريان فاتحة، او هدية في عيد، او هدية في عيد ميلاد لما الميزانية بتبقى قليلة، فبتشتري حاجة شيك قوي بتقدمها لخطيبتك، او انت بتشتريها هدية لصاحبتك، بتبقى اسعارها مناسبة جدا. فبدل ما بتدفعي في حاجة ملهاش قيمة بتدفعي في كوليه. دلوقتي بقى هستعرض معاكم عندهم اشكال الحلقان الصغيرة،
ناس كتير بتحب تلبس الحلقان الصغيرة، تفاصيلها عندهم حلوة قوي اللي هي الفصوص دي، والفص فيه منه عندهم كذا حجم. وزي ما قلت لكم ده شكل الشانيل، فيه منه بقى الانسيالات والكليهات والخواتم. زي ما قلت لكم انه ممكن بنعمل شبكة بميزانية قليلة واوزان خفيفة جدا. كمان ده الحلق الفص فيه منه كذا حجم، هو مش فص واحد، هو عامل زي كسر الالماس، فصوص صغيرة مترصصة جنب بعض، وقد ايه دقيق في شغله وبيدي شكل حلو قوي للودان وبينور الوش. ناس كتير اختياراتها في حجم الفص بيفرق، في ناس بتحب الفص الواحد وفي ناس بتحب الكذا فص جنب بعض، بس اللي هنا الاحجام بترجع لاختيارك ولذوقك، وهو ما عنده متوفر كذا حجم للفص قد ايه شكلهم حلو قوي. كمان الناس اللي عندها كذا خرم في ودنها هتقدر تختار الحجم اللي يناسبها واختيارها المفضل اللي هو بتحبه في الفصوص، اللي هو الحلق بتاع المناخير وحلق الودان التاني او حتى الخرم الاساسي، فهتلاقي اللي يناسبك اكيد. انا شخصيا من الناس اللي بتحب الفصوص في الحلقان، زي ما قلت لكم هحط لكم عناوينهم في اول تعليق مثبت. حلوه قوي النجمه دي، نجمه البحر دي، هحط لكم عناوينهم في اول تعليق مثبت. ويا ريت لو عجبك الفيديو تديله لايك، لان اللايك بيفرق قوي في انتشار الفيديو. سعر الذهب النهارده عيار 21 سجل النهارده 1180 جنيه، وعيار 18 ب 1011 جنيه. حلو كمان الفص الازرق ده، الفصوص السنه دي طالعه موضه، اللون الازرق المينا الزرقاء مع الكفوف ومع العيون طالعه موضه قوي في كل حاجه، في الخواتم والحلقان والانسيالات والكليهات. وده القفل، القفل ده كمان نازل موضه قوي في كذا حاجه، بتلاقوها في الدلايات وبتلاقوها كمان في الخواتم والانسيالات. هو عموما عنده كوليكشن حلوة قوي من الحلقان اللي نازلة موضة، يعني الأشكال الدلايات اللي نازلة موضة عاملين منها حلقان وشكلها حلوة قوي. في الحقيقة أنا عجبني قوي مجموعة الحلقان الصغيرة اللي عنده، والحلقان دي كمان تنفع حلوة قوي للأطفال، الحلقان لأنها صغيرة مناسبة للأطفال، فهي مناسبة لكل الأعمار خصوصا اللي بيحبوا الحلقان الصغيرة واللي عندهم كذا خرم في ودنهم، فهي مناسبة جدا. ياريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك، اللايك مهم جدا 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 عشان انتشار الفيديو، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.